امسك دي بس ثانيه كده خليها معاك ده عشان بس اعرف اشوفه. معلش امسك ثواني كده. عايزين نرسم الشاب الجدع اللي واقف هناك ده، بس عشان بس تتحرك كتير فنصوره صوره ونرسم منها على طول. السلام عليكم، الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ دباديب العيد بقى. دباديب ده خرفيه، انا اتهزر. خرفيه دي خرفيه، مش عارف خرفيه من الدباديب. احنا بنمدحها كده بجد والله. ايه الاخبار؟ بس حلوين ما شاء الله. طب ايه الفرق بين ده وده بقى كده؟ هو ده زي ما هو كده وده شغال. يعني شغال، هو ده بايظ ولا ده؟ مش فاهم. لا هو ده ما فيهوش قصده؟ اه مفهوش. بيقول ما ست. لا عجبني الحوار ده قوي. بس ممكن بس يعني اشوفهم بس ثواني، بس وامسك دي بس ثانيه كده خليها معاك ده عشان بس اعرف اشوفهم. معلش امسك ثواني كده. طيب امتى اخر حد عمل لك مفاجاه كده ودخل عليك بمفاجاه وبتاع والحاجات دي؟ لا من زمان الكلام ده بجد؟ من زمان قوي الكلام ده، بس انا المفاجاه دي يعني بجد جميله جدا. ربنا يفرحك يا رب دايما يا رب. بالك قد واقف؟ بقالي 5 ساعات. لا والله 5 ساعات. طب يعني الشغل معاك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله ماشي الحمد لله. ربنا يا رب يفرحك يا رب. طب انت عجبتك المفاجاه كده وفرحتك؟ جميله جدا بجد بجد جميله جدا. ربنا يا رب يفرحك. طب انت ربنا يفرحك يا رب، انت فرحتني بيها. فرحتني بيها بجد. لا ده انا النهارده انا هروح مبسوط جدا بجد. بجد هروح مبسوط جدا. حضرتك ده برنامج؟ اه برنامج. بنصورك. يعني عندك مشكله في التصوير او في البرنامج؟ لا لا طبعا بجد. لا انا كفايه الفرحه اللي انا فيها دي والله بجد. اوعى تنسى تعلقها بقى الرسمه. لا لا انا هعلقها. طب دي على فلوس؟ على ايه؟ على فلوس؟ على فلوس؟ لا خالص. لا لا عايزين نفرحك بقى مش اكتر بجد. يعني لو عايز تاخدها خدها وانا ماشي؟ هدي لك وده هديك، هدي لك وده لك برواز واظبطك كمان. عامل لك كل حاجه. ربنا يفرحك دايما يا رب. انت اسمك ايه؟ جمال. جمال؟ جمال. حبيبك بقى تخلص، بس انا انزل لك اشوف الحاجات اللي معاك الحلوه دي. استنى. شبك ولا لا؟ لا بالظبط. والله العظيم بص كده الكاميرا. متجوز انت يا جمال طيب؟ اه الحمد لله. بجد ما شاء الله عليك. انت مخلف؟ اه الحمد لله. معايا نور. ما عندك نور؟ بجد ما شاء الله. عندها قد ايه؟ عندها 4 سنين. 4 سنين؟ 4 سنين. ما شاء الله عليك. طب انت جبت لها حاجات من دول ولا جبتلهاش؟ لا الحاجات دي احنا بنبيعها بس. والله؟ ما بنجيبهاش. لا بنبيعها بس. عشان خاطر يعني اكل عيش. عشان غاليه وكده يعني ولا ايه؟ اه والله؟ اه احنا بنبيعها بس. ربنا يا رب يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. طب انا اقول لك حاجه. طب انا كده عامه انا عايز انفعك تمام بالحاجات الحلوه دي. تمام. فبصراحه دول عاجبني. وفي معاك تاني في الشنطه هناك دي ولا حاجه؟ اه معايا في الشنطه. معاك تاني؟ معايا تاني. طب ما شاء الله. طب انا عامه عايز منك دول برضو. تمام هاخدهم منك كلهم فاهم، وعشان بس انا برضو عايز انفعك، وعشان خاطر برضو عندي برضو ولاد اختي وكده عايزين برضو ايه ندي لهم حاجات. الله يبارك. تمام. وانا عايزك بقى ايه، هو ده تعتبر هو ده اللي بيزمر فيهم صح؟ اه ده اللي شغال. اه بنتك اسمها ايه؟ نور. طب انا عامه عايز منك دول، وده هنديه لنور هديه. ولا يا عم علي تمام بعت لك ده، بيقول لي خد دوت هديه لك انت.